أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في لسكولا. النهاردة هناخد الفصل الثالث من قصة مغامرات في أعماق البحار. طبعا احنا عارفين بطل القصة وهو أسامة. عارفين وصل لإيه؟ إن هو لما سقط في أعماق البحار وأخته أيضا سقطت معه في أعماق البحار، سقط كل واحد منهم في مكانه، وأخذ أسامة يبحث عن أخته أماني. وفي أثناء رحلته دي شاف حاجات عجيبة جدا، وشاف غرائب وعجائب قدرنا إن احنا نتعرف عليها من خلال أحداث الفصل. يلا بينا نكمل قصة مغامرات في أعماق البحار مع الفصل الثالث. يلا بسرعة. يعرض الفصل الثالث في ثلاث فكر: العثور على أماني، الجزيرة الحديدية، طائرة مروحية. سمع عطلة الإصبع صوت أماني وهي محشورة تحت أنبوبة ضخمة سوداء تطلب منه أن يساعدها لتخرج، وترجوه أن يحترس حتى لا تسقط عليه الأنبوبة، فيقول لها: إني شجاع ولكني غير متهور. تصرف بحذر وأنقذ أخته وهما في غاية الفرح، وقال: الحمد لك يا رب. حكى عقلة الإصبع لأخته كل ما رآه، مثل المستعمرات المرجانية وما فعله الحوت والأخطبوط والسمك أبو سيف والسمك أبو منشار والسمكة الكبيرة التي ركب على ظهرها وهو يبحث عنها، وأهم شيء أنه وجدها وشكرته أماني لما بذله من جهد في البحث عنها، وجعلت تحكي ما حدث لها في أعماق البحر الذي كلما نزلت فيه اشتد الظلام وزادت برودة الماء. كل واحد من الأخوين حكى لأخيه ما رأى، وحكت له ما رأته من الأسماك الغريبة المضيئة. كم صوتهم، ما كم نوع؟ أول حاجة السمكة التي يخرج منها ضوء ينير لها الطريق أمامها، السمكة التي في رأسها ضوء أحمر وفي ذيلها نور أزرق، والسمكة التي يخرج النور من جسمها كله، وأسماكا تطفئ أنوارها كما تشاء وتشعلها عندما تريد، وكل ذلك يدل على قدرة الخالق العظيم سبحانه وتعالى. ثم صعد الأخوان إلى سطح الماء فشاهد الجزيرة الحديدية التي أقامها عمال البترول فوق بئر من آبار البترول. لاحظ هنا في بكلمة مفرد، لاحظ من آبار زي آبار زي آلاء زي آما الهمزة، وعرف أن الأنابيب التي ألقيت في القاع تستخدم لنقل البترول من الجزيرة الحديدية إلى الخزانات التي على الشاطئ، وعرف كثيرا من نشاط العمال وتعرضهم للخطر، وشاهد عاملا يلحم الأنابيب وهو على سلم رفيع عالي وقد اختل توازنه فسقط، لكن حبل الأمان المربوط في وسطه أمسكه فلم يسقط في البحر وأنقذه زملاؤه، وعاد إلى عمله بشجاعة وصبر في سبيل تلك الثروة الكبيرة اللي هي البترول، وثروة عظيمة للوطن من الذهب الأسود، يبقى اسم البترول الذهب الإيه؟ الأسود، لأنه لونه أسود وغالي مثل الذهب، قصدنا عليه اللي هو البترول. ثم شاهد طائرة مروحية هليكوبتر في مطار الجزيرة الحديدية تستعد للطيران،
فعرضت أماني على أخيها أن يركب فيها ويعود اكتفاء بما شاهد من العجائب، ولكنه أخذ يقنعها بالبقاء لإكمال المغامرات في أعماق البحار. ودار بينهما حوار طويل، فأقلعت الطائرة، يعني أقلعت يعني طارت، ولم تعد هناك فائدة من الكلام، فاتجه للغوص في الأعماق مرة أخرى لإكمال مغامراتهما في الرحلة العجيبة في أعماق البحار. نعرض الكلمة ومرادفها: متهورا، مندفعا، قذفت بها، ألقت بها، تغوص، تنزل تحت الماء، أشباح هو الظل أو الخيال، فجأة على غير توقع، ساد عما وانتشر، تشاء تريد، الخلاق كثير الخلق، البرج بناء مرتفع، ترسو السفينة، تقف عن السير، همة عزم قوي، قفازا غطاء لليد، الشرر أجزاء صغيرة متوهجة من جسم يحترق، حرف طرف اهتز تحرك، والخطيرة المهلكة اختل اضطرب، ودهشة حيرة، المظلمة مضادها، المضيئة متهور متزن، بطء سرعة، شجاع جبان، وقاع سطح، يتحرك يسكن. نكمل الكلمة ومضادها: اختل استقر، واشتد ضعف، الأمان الخوف، ويصعد ينزل، تشعل تطفئ، وخطر أن، رفيع مضادها غليظ. كلمة شجاع جمعها شجعان، فائدة فوائد، فرصة فرص، أذن آذان، مكان أماكن وأمكنة، برج بروج وأبراج، الجزيرة الجزر، قليل قلائل، سلم سلالم، والقناع الأقنعة، عامل عمال، حكاية حكايات، عجيبة عجائب، طائرة طائرات. هنعرض الجمع ومفرده: سطوح مفردها سطح، أجهزة مفردها جهاز، الأمواج مفردها الموجة، الأنابيب مفردها الأنبوبة، الشرر مفردها الشرارة، مراوح مفردها مروحة، الغواصين مفردها الغواص، ثروات مفردها ثروة، الكلام مفردها الكلمة، حوادث مفردها حادثة، الأعماق مفردها العمق، حبال مفردها حبل، مطارات مفردها مطار. نعرض بعض الأسئلة وإجاباتها: كيف عثر أسامة على أختي أماني؟ وجدها محشورة تحت أنبوبة ضخمة سوداء وهي تصيح وتصرخ. مما حذرت أماني عقلة الإصبع عندما جاء لإنقاذها، وبما رد عليها؟ حذرته من الأنبوبة السوداء الضخمة حتى لا تسقط عليه، ورد عليها بأنه شجاع ولكنه ليس متهورا، فالاحتياط واجب. ماذا حكى عقلة الإصبع لأماني؟ وعن أي شيء حدثها؟ حكى لها ما رآه من المستعمرات المرجانية الجميلة، وحدثها عما فعله الحوت والأخطبوط وسمك أبو سيف وسمك أبو منشار والسمكة الكبيرة التي كان يركبها. ماذا شاهدت أماني وهي في أعماق البحار؟ وعلى ما يدل ذلك؟ شاهدت أنواعا وأشكالا غريبة من الأسماك في أعماق البحار، مثل السمكة التي يخرج منها ضوء ينير لها الطريق أمامها، السمكة التي في رأسها ضوء أحمر وفي ذيلها نور أزرق، السمكة التي يخرج النور من جسمها كله، وأسماكا تطفئ هذه الأنوار ك
كما تشاء وتشعلها كما تشاء. خلصت الإجابة ولا لسه السؤال باقي؟ بيقول لي وعلامة يدل ذلك، وكل ذلك يدل على قدرة الخالق العظيم سبحانه وتعالى. سين خمسة، ماذا قال عقلة الإصبع عندما سمع كلام أخته أماني؟ قال نعم يا أماني سبحان الخلاق العظيم. لماذا اتفق عقلة الإصبع مع أخته على الصعود إلى سطح الماء؟ ليعرف حكاية الأنابيب السوداء الضخمة والغواصين الذين نزلوا وراءها في قاع البحر. صف المنظر العجيب الذي رآه عقلة الإصبع عندما صعد مع أخته إلى سطح الماء. رأي جزيرة صغيرة في وسط الماء مصنوعة من الحديد، في وسطها برج حديدي عال وحوله حجرات وأجهزة مختلفة وناس يعملون بهمة ونشاط. وفي مكان قريب من هذه الجزيرة مطار صغير فيه طائرة هليوكوبتر، هي طائرة مروحية. ما فائدة الأنابيب السوداء التي ألقيت في البحر؟ هذه الأنابيب تستخدم في نقل البترول من الجزيرة الحديدية إلى خزاناتها على الشاطئ. وعرف أن هذه الجزيرة مبنية فوق بئر كبيرة من آبار البترول والذي يستخرج من قاع البحر. ما العمل الذي كان يقوم به العامل الذي رأياه؟ وأين كان يقف؟ كان هذا العامل يلحم الأنابيب وكان على حرف سلم رفيع. ماذا كان يلبس عامل اللحام ولماذا؟ كان العامل يلبس قفازا خاصا في يده وعلى وجهه قناع ليحميه من النار الشديدة أثناء عمله. لماذا صرخت أماني فجأة عندما وقعت بعض الأحداث الخطيرة السريعة حيث اشتد الهواء وطار القناع الذي يرتديه العامل؟ فقفز في الهواء ليمسك القناع فاختل توازنه وسقط من فوق السلم الرفيع. لماذا لم يسقط العامل في البحر عندما اختل توازنه؟ اختل يعني اهتز هذا التوازن، يعني هو فقد التوازن يعني سقط. طيب ايه اللي حصل؟ لانه كان يربط حول وسطه حبلا يسمى حبل الامان، وعندما اختل توازنه ظل معلقا بهذا الحبل. طيب السؤال 13 بيقول ماذا اقترحت اماني على عقلة الاصبع عندما رأت الطائرة؟ وما موقف أخيها من هذا الاقتراح؟ اقترحت أن يركب هذه الطائرة ويعود إلى بيتهما. طب لم يوافق عقلة الإصبع وده موقف على هذا الاقتراح، لبقى لأنه لا يحب أن يترك هذه المغامرة الجميلة في أعماق البحار. في بعض الحاجات بقى مهمة كده عايزين نتذكرها مع بعض. هل تعلم؟ أول حاجة، هل تعلم أن كلما غاص الإنسان في أعماق البحار زادت البرودة، يعني إلا هيقل الحرارة، ونقص الضوء، يعني إلا هيزيد الظلام. مهمة دي خد بالك. ثاني واحد، هل تعلم أنه يوجد في أعماق البحار السحيقة يعني البعيدة أنواعا وأشكالا غريبة من الأسماك؟ لازم تبقى عارف الأسماك اللي بتخرج ضوء إزاي وبتطفئ إيه ايه عشان ده بيبقى برضه سؤال. هل تعلم ان حيوان المرجان الصغير هو الذي يصنع الحدائق الصخريه وهي الشعب المرجانيه التي تكبر وتصبح جزر يعيش عليها الانسان ويبني بيوته؟ حاجات مهمه ومفاهيم احنا عرفناها من الفصل الرائع الفصل الثالث، وهنكمل احداث القصه في الفصل الدراسي الثاني ان شاء الله. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفصل الثالث من القصة، ووصلنا لنهاية القصة اللي عندنا في الفصل الدراسي الأول. هنكمل أحداثها
بس في الفصل الدراسي الثاني. خدوا بالكم احنا كل اللي بنعمله ده علشان توصل لكم الدروس باشكال كده بسيطه، والطريقه تقدر تفيدكم والطريقه سهله. وما تنسوش سبسكرايب للقناه وتعملوا الفيديو لايك وشير علشان الفايده تعم لينا كده. يلا مع السلامه.